اعتادت الجماهير على رؤية المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني وهما يتحدان سوياً من أجل تحقيق أحلام وطموحات جماهير ليفربول الإنجليزي، إلا أن قرعة الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 وضعت النجمين وجهاً لوجه، وكل منهما يحمل على عاتقه تحقيق أحلام منتخب بلاده في الوصول إلى المونديال. مواجهة مصر والسنغال في الدور الفاصل تمناها الجميع على اعتبار أن تاريخ المواجهات المباشرة مع أسود التيرانغا يصب في صالح الفراعنة بعكس المنتخبات الأخرى التي تواجدت في التصنيف الأول. والتقى منتخب مصر مع نظيره السنغالي في 13 مباراة، فاز الفراعنة في 7 وتلقوا الهزيمة في 4، فيما حسم التعادل نتيجة مواجهتين. وشهدت آخر مواجهة جمعت بينهما فوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم في نوفمبر 2014 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. وسجل نجوم مصر 12 هدفاً في الشباك السنغالية، بينما سكنت شباك المصريين 8 أهداف. ويخوض المنتخب المصري مباراة الذهاب على أرضه في 24 من مارس المقبل، فيما تقام مباراة الإياب في السنغال في 29 من الشهر ذاته. وبعيداً عن مواجهة السنغال ومصر، أسفرت القرعة عن مواجهات نارية بين المنتخبات الإفريقية للظفر ببطاقة الصعود إلى المونديال، حيث تلعب منتخبات الجزائر مع الكاميرون، المغرب مع الكونغو الديمقراطية، تونس مع مالي، ونيجيريا مع غانا. 5 بطاقات تمنح لأبطال القارة السمراء للمشاركة في كأس العالم 2022، يتنافس عليها 10 منتخبات هم الأقوى داخل القارة. فهل تنجح المنتخبات العربية في خطف بطاقات التأهل من أجل التواجد في المحفل العالمي الذي سيقام للمرة الأولى في المنطقة العربية؟ أم يكون لمنتخبات غرب إفريقيا رأي آخر؟